FM. الكل ملك. Headlines. 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 عناوين الجرائد التونسية نبدأ بالشروق، وين صفحة 3 التوتر بين الحكومة والاتحاد متواصل، الحل بيد الرئيس السبسي، هكذا تقول الشروق. صفحة 4 كشفته الحصيلة الأولية للترشحات البلدية، مشهد سياسي قائم على استقطاب الثنائي في اللاؤون بالكبير. صفحة 5 في الذكرى الثانية لملحمة الانتصار على الإرهاب، يوم وقفت بنقردان دي تونس. صفحة 3 علي العريض يقول أطراف داخلية وخارجية تسعى إلى إرباك المشهد السياسي. أنتم طلعوا حدكم شكون الأطراف الداخلية والخارجية. صفحة 8 بين الشعوذة والبحث عن الكنوز، التونسي يغرق في ظلام الجهل بما أنه السيد يأس، دونك لازم يبحث عن بدائل. صفحة 9 في اليوم العالمي لمكافحته، 5000 امرأة و600 طفل ضحايا الاستغلال الجنسي. نمشي للصباح الأسبوعي، وين صفحة 6 و7 بعد تعليق الانتدابات والمطالبة بتطبيق القانون في الحوض المنجمي، هذا موقف اتحاد الشغل وأهالي قفصة من قرارات المجلس الوزاري. صفحة 4 كمال مرجان يقول للصباح الأسبوعي، لماذا لم يستوعب تساتر الدرس، وهذا موقفي من منع هيئة الانتخابات للتجمعيين. خبير يفسر أسباب ارتفاع محاولات الإبحار خلصة عبرها، لهذا يركز الحارقون على جزيرة قرقنة. صفحة 11 التفاصيل. صفحة 5 في بحث حول طريقة عيشهم، 23% من المتقاعدين يدعون للتخفيض في سن التقاعد، هذا في صفحة 5. صفحة أخرى وبريمون معناتها خبر غريب واتقلته برشا وسائل التواصل الاجتماعي، أهل القانون يعتبرونه إجراء غير دستوري، 250 دينار معلوم دفن الميت الغريب في مقبرة حمام سوسة، معناتها واحد متوفي من أكودة ولا من، خلينا نقوله مش من برا سوسة، ذي من سوسة، معناتها من أكودة أو من القلعة الكبرى والصغرى، معناتها يدفع 250 دينار باش تدفن في مقبرة حمام سوسة، وهذا كما قالوا أهل القانون إجراء غير دستوري. بداية من اليوم المستشفيات الجامعية بلا أطباء متربصين ومقيمين، هذا صفحة 7. وصفحة 5 يعيش معزولا ويأكل الديدان، معتمد بن خداش يكشف كل الحقيقة عن رجل المغارة في مدنين. نمشيو للأسبوع المصور، خاص وخطير بعد أن أحبطته الجزائر ومصر في ليبيا. وفي ليبيا مشروع لتقسيم تونس بتواطؤ أحزاب سياسية وبالنعارات الجهوية وبالحكم المحلي، تفاصيل صفحة 3 بعد ما تخذ يقولك شراء مكحلة. صفحة نفس الصفحة الثالثة، قضية البنك الفرنسي التونسي، خطايا 900 مليار وفوائض ب 400 مليار ستتحملها الدولة. صفحة 2، قوى دولية أبدت امتعاضها من تواصل الفشل، 7 رؤساء حكومات، 240 وزير، 300 كاتب دولة، حكم تونس من 2011 ولا حياة لمن تنادي. صفحة 3، الشاهد يعد لبعض المفاجآت ولشوط جديد في الحرب على الفساد. سوسبانس. البيان، سعيد العايدي يقول البيان، يوجد اتفاق خفي بين نيدا والنهضة بخصوص الانتخابات البلدية، السياسات هي التي يجب أن تتغير لا الحكومات. في عنوان آخر، أفرزته ترشحات الانتخابات البلدية، مشهد سياسي جديد ورهانات حزبية متنوعة. ويقول الدكتور عبداللطيف الحناشي للبيان في تصريح، ملامح الخارطة السياسية للمرحلة القادمة توضحت ولا يمكن تغييرها بين يوم وليلة. نختم بيه لابخيس، وين أبخيس لا ربطور دي بور بارلي pas avec les jeunes, une crise de confiance qui perdure. نحكيو على انقطاع الحوار مع الحكومة من قبل السيتينور، الناس اللي معتصمة في قضية الفوسفات، وأزمة ثقة مازالت قائمة. affaire de la banque franco-tunisienne, personne n'assume mais tout le monde paiera. نحكيو على مشكلة أو ملف البنك الفرنسي التونسي، حد ما يتحمل مسؤولية لكن الناس كل باش تدفع الثمن. كاب اف ام، الكل ملك.